ما كنتم نحييكم في برنامجكم صدى الملاعب. نبقى مع منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمباراة الأخيرة لليوم الأحد جماعة الفتح 13 مع الباطن ما قبل الأخير. ربيع أبو شقرة معه كل التفاصيل. اكتمال الصفوف بالنسبة للفتح والباطن. بصفوف مكتملة عاد الفتح والباطن بعد فترة التوقف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في رحلة التخلص من منطقة الخطر. مباراة مفتوحة دخلها الفريقان دون مقدمات، فلا بديل عن الفوز. وإن لم تأتي النقاط من هذه المباراة فمتى ستأتي؟ لا أفضلية لا للأرض ولا للجمهور. الباطن أعلن عن نفسه مبكرا عبر هدف من توقيع يوسف جبلي والإهداء من فابيو أبرو. يا جبلي أول الكرات السماوي سجل أول أهداف اللقاء. لم يستفق الفتح من صدمة الهدف المبكر، فهذه التمريرة ستكلفه هدفا ثانيا من فابيو. سرعة وتقنية لا يجيدها في الباطن إلا هذا اللاعب. فابيو جول ثاني، الله يسمراني. الحضور الرائع جدا من جانب فابيو أبرو، يسجل الثاني ويولع المباراة. وقع تحمله الفتح، ونجمه كويفا لم يهدأ حتى أسهم في تقليص الفارق وبهدف جميل من المهاجم الدولي فراس البريكان. فراس البريكان هدف أول للفتح، هدف أول بشكل رائع جدا. ومراد باتنا يستغل كرة ساقطة ويرسلها بطريقة أجمل في شباك الباطن. النتيجة تعود إلى نقطة البداية. الهدف مراد باتنا مع التمريرة ولا أروع يا كريستيانو كوافا، ثاني الأهداف 2-2. محمد رايحي يتابع بنظراته توجيهات المدرب الغاضب ألان هورفات، ويصر على طمأنته بعد هجمة مرتدة عادت الباطن إلى المقدمة قبل الاستراحة. محمد رايحي مرة ثانية، الباطن يتقدم يرسل كرة جول. جول يا محمد رايحي، الثالث يأتي من هجمة مرتدة بنفس الطريقة. محمد رايحي الباطن يأتي بالثالث. رمى الفتح بثقله على مرمى كامبانيا للعودة في النتيجة، واعتمد الباطن على خطة دفاعية، فالخوف من خسارة نقاط المباراة كان السائد، وكامبانيا يتصدى للكرة الأقوى من الظهير نواف بوشال. لكن بتمر خطيرة جدا. الباطن يكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد بسام لإدعاطه الوقت، وغضب المدرب لا يحتاج إلى تعليق. وأرفعت أكيد معصب، أكيد معصب يعني. تمر الدقائق ثقيلة على السماوي قبل أن يأتي الفرج مع صافرة الحكم. الباطن لم يعد وصيفا للقاع. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. وثلاث نقاط تذهب بال19 نقطة. ألف مبروك للباطن، هارد لك للفتح. دكتور، يعني مباراة مثالية وعودة جيدة تحسب للباطن، أصبح في المركز الثاني عشر، كيف تفسر هذا الفوز؟ مباراة جميلة وممتعة من بداية الشوط الأول، من أول الدقائق، لكن اللي عجبني اليوم التركيز العالي الموجود اللي عند الباطن بالتحضير في المنطقة الخلفية ثم الهجمات المرتدة. صحيح، واليوم فابيو كان هو المحطة الرئيسية لكل هجمات الباطن، وقدروا أنه تعودنا في الباطن أنه آخر الدقائق إما يخسر المباراة أو يتحقق التعادل. اليوم لا، كان في تركيز أفضل رغم الطرد، وقدروا يتحصلوا على ثلاث نقاط. مبروك للباطن، هارد لك للفتح. الفتح خمس جولات دون فوز، دخل في منطقة الخطر، أصبح في المركز الرابع عشر، كل هذه الأشياء مقلقة. طبعا طبعا، والغريب أنه يضم عناصر ممتازة، يعني يكفي أنه فراس البريكان اللي المنتخب يعتمد عليه كمهاجم أساسي هو موجود مع الفريق واليوم سجل. أنا أعتقد أنه الفتح لم يستفد من اللعب على أرضه، لم يستفد أنه تعادل مع الشباب والفيحاء في آخر جولتين وهما فريقان قويان. اليوم دفع ثمن اندفاعه. الهدف الأول لم يكن فيه ثغرات دفاعية، لكن الهدفين الثانيين كان هناك عدم تركيز دفاعي، كان هناك ميل رغبة بفوز بالمباراة، ولكن حتى تفوز بالمباراة يجب أن لا تهمل التمركز الدفاعي. بالتأكيد. دكتور، من مركز الأهلي التاسع وصولا إلى مركز التعاون ما قبل الأخير، هناك صراع كبير للبقاء في منطقة دافئة أو تفادي الهبوط، بنظرك إلى ماذا سيؤول الصراع في بين كل هذه الفرق؟
في اعتقادي انه التعاون مع الاستقطابات الشتويه راح يطلع من المركز اللي هو موجود فيه، لانه يملك خامات لاعبين جدا عاليه. حيصير الصراع بين الطائي والحزم، يعني هم الاثنين يمكن اكثر شيء اللي حيكون وضعهم جدا صعب في الفتره القادمه، والفتح معهم كذلك، الا اذا استدرك الفتح في المباريات القادمه، انه خصوصا زي ما تفضل الكابتن سامي، على ارضك والفرق اللي قريبه منك والمنافسه لك في النقاط يجب انك تفوز. وكمان عندك الاتفاق كمان 19 نقطه، خاصه انه الفارق نقطه او نقطتين بالكثير يعني بين الفرق. نحن بنحكي يعني من التاسع تقريبا لما قبل الاخير، يعني كثير. وهذا الدليل، يعني مهما كنت أنت تستقطب أو تصرف فلوس، الموضوع ليس بهذه الطريقة. الموضوع كيف تستطيع أن تجهز مجموعة يعني مناسبة، يعني تقدر تقدم فيها على الأقل مستوى متميز في ظل منسجمة في ظل الاحتراف اللي موجود اليوم. بنقول 7 أو 8 لاعبين ولكن في النهاية لا تستفيد، إذا عندك مشكلة. أكيد. خلونا نتعرف على رجل مباراة الفتح والباطن، نتابع.